السبعين هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار في الوقت الحالي. دعونا نسأل ضيفتنا من سنغافورة فاندانا هاري، المؤسسة لفاندا إنسايت سنغافورة. أهلا ومرحبا بك فاندانا، شكرا على وجودك. ردة فعل النفط خلال الجلسة الماضية، التفاعل يعني أو العودة السريعة فوق $70، كيف ترينها؟ لم تتغير الأساسيات، لم يتغير أي شيء، لكن واضح أن النفط تحرك مع الأصول ذات المخاطر المرتفعة. مرحبا وشكرا على استضافتي. رأينا تقلبا كبيرا في أسواق النفط هذا الأسبوع، وهذا الأمر كان مرتبطا بالمخاوف أكثر من ارتباطه بالأساسيات. أساسيات النفط لم تتغير بعد اتفاق تحالف أوبيك بلس، الأمور جاءت كما توقعت الأسواق، فتحالف أوبيك بلس سوف يحرر كميات إضافية من النفط بشكل تدريجي، لكن الخوف أو علامة الاستفهام التي خيمت على الأسواق يوم الاثنين هو هل يمكن لمتحور دلتا من الفيروس، وهذا المتحور ينتشر بسرعة في عدد من دول العالم، وربما الأمر الأكثر إقلاقا هو أنه ينتشر في الدول التي لا تشهد عمليات تطعيم كبيرة. هذا الأمر أجبر الدول على فرض عمليات إغلاق عام. السؤال، هل سيقود ذلك إلى إبطاء عملية التعافي الاقتصادي في أنحاء العالم؟ من الواضح أنه إذا حصل ذلك فإن التعافي في الطلب على النفط يمكن أن يتباطأ. هذا كان القلق الأكبر، لكن كما قلت ليست هناك إثباتات في الأساسيات أن الطلب قد تضرر، ووضع الطلب عموما في النصف الثاني من العام كان وما يزال يدعو للتفاؤل. ومن غير المفاجئ أننا رأينا بعض الارتداد الإيجابي في أسعار النفط البارحة، وحاليا الأسعار ترتفع من جديد. نعم، لاحظنا أيضا تجاهل السوق لبيانات المخزونات الأمريكية الماضية، هل هي إشارة؟ لأنه يعني عادة حينما نشاهد يعني تجاهل أي بيانات قد تؤثر سلبيا، فهي تكون إشارة إيجابية لاستمرار المكاسب. أنت كيف تترين هذا الأمر؟ تقرير إدارة معلومات الطاقة البارحة كان استثنائيا برأيي، لأن التقرير كان يتجه إلى الحياد أو الدعم البسيط، لكنه لا يدعو إلى صعود كبير في أسواق النفط بسبب الارتفاع الكبير في المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي، والتراجع في مخزونات البنزين لم يكن كبيرا. لكن إذا نظرت إلى أكثر من الأرقام فإن التعافي في الطلب في أمريكا عموما يبدو أنه قوي وصامد، إذن ربما هذا الأمر كان داعما. لكن أنا أتفق معك أن التقرير لم يترك أثرا كبيرا حتى قبل أن يبدأ أو قبل أن يظهر التقرير كانت أسعار النفط ترتفع ثم استمرت في الارتفاع بعد صدور التقرير. إذن شهية المخاطرة في الأسواق عموما والنفط هو من الأصول الخطرة، هذه المخاوف تراجعت ثم عاد الناس إلى الأصول الخطرة وشهية المخاطرة عادت، والتقرير كما قلت أنت لم يؤثر كثيرا. طيب، بناء على ذلك يعني والمعطيات الحالية، هل يمكن القول أنه النفط سيبقى في هذا النطاق العرضي يعني أو ستبقى مستويات السبعين وإلى $75 هي المستويات الفترة القادمة، أم أنه قادر على مواصلة الصعود إذا لم تتغير أي من الأساسيات؟ أعتقد أن متحور دلتا يشير إلى الكثير من عدم اليقين. نحن لا نفهم بالكامل هذا الفيروس وتحديدا هذا المتحور الجديد، وهناك عدة متحورات أخرى معدية غير دلتا وهي تنتشر، ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار والظهور. وبالنسبة لجانب الطلب والمعنويات تجاه هذا الأمر، الناس في حالة ترقب، فحتى الآن
لا نجد انعكاسا في مسار إعادة طرح الاقتصاد الأمريكي، لذلك فإن المعنويات في هذا الصدد تظل إيجابية في أمريكا وفي أوروبا، وبعض الاقتصادات هي تباطأت قليلا، لكن لا نجد انعكاسا في مسار التعافي. وفي آسيا الاقتصادات الأساسية تعلمت كيف تتعايش مع الفيروس، والأسواق ستظل في حالة ترقب نتيجة لذلك. والتفاؤل الإيجابي الذي رأيناه حتى بضعة أسابيع وبرنت وصل إلى 77 دولارا وربما وصل إلى 80، أعتقد أن هذا الأمر لن يتكرر من جديد حتى نرى صورة واضحة بخصوص الضرر الذي يمكن أن يتسبب به المتحور دلتا، وبالتالي برنت ربما يظل في أعلى الستينيات أو الأرقام الدنيا من السبعينيات على الأقل على المدى القصير. أشكرك على هذا التحليل فاندانا هاري المؤسس لفاندا إنسايت سنغافورة، شكرا جزيلا لك على المشاركة.